اخبار الرز ايه؟ اخبار الرز يا استاذ احمد، انه الاستاذ احمد موسى بيقول بشكل واضح انه في رز في البلد. انتوا يا مصريين اللي وحشين وغاويين شكوى. ايوان انتوا بتحبوا تشتكوا. البلد غرقانه رز. ده الرز وصل لمرحله رهيبه جدا جدا. ده بيقول لك ميسي نفسه كان واكل النهارده كبسه قبل ما يخش الماتش، وده السبب من الاسباب الرئيسيه ل يعني اضمحلال الفريق الارجنتيني. لكن تعالوا نشوف احمد موسى بيقول ايه ونرجع على طول نعلق عليه. لكن النهارده لما يبقى الرز موجود نتكلم ونقول الرز اهو قدامك، لما يبقاش موجود بنقول مش لانه في الاخر المواطن، في الاخر تاني بقول المواطن. ادي الرز قدامك اهو، عندك 10 ونص وعندك 16 ونص وعندك 14 ونص قدامك اهو، موجود وموجود. خد الكميات اللي انت عايزها، بس ما تاخدش كميات انت مش محتاجها، يعني خد احتياجاتك. ولكن ما حدش بالمناسبه هيقول لك خد كيلو ولا اتنين، خد اللي انت عايزه بس ما تاخدش اتخزن، ما تخزنش، ما هو موجود. اذا هو متوفر اخزن ليه؟ خد. طبعا انا كنت بهزر لما قلت انه ميسي واكل رز، يعني واكل كبسه قبل ما اكيد احنا فاهمين قبل ما يطلع. طبعا فاهمين. انا فهمت، انا فهمت ان انت بتتريق يعني. طبعا انا بهزر. ده انما ده النهارده اتمسح بميسي الملعب يعني من كتر الكبسه. برضه الكبسه تقيله ايه يا عم يا باشا؟ تقيله والله صدق. طب نرجع تاني للرز، ارجع للرز تاني. النائب ضياء الدين داوود حيا، في طبعا انتوا عارفين احنا عندنا ثلاثه بس في البرلمان معارضين من 600 واحد. متخيلين؟ متخيلين وصلنا لبرلمان مصر، نواب مصر، المجلس الذي يعبر عن المصريين في سلطه الرقابه على السلطه التنفيذيه على الحكومه وعلى الرئاسه، وايضا يشرع المصريين قانونهم. ثلاثه بس معارضين. النهارده بيتكلم حقيقه والراجل كلامه واضح عن ازمه الرز اللي بينكرها الوزير ومساعد الوزير ومدير مكتب الوزير وكل العاملين في الوزاره وكل عاملين في التموين، يقول لك ما فيش ازمه، والناس كلها بتقول لك في ازمه رز. النهارده احد النواب وهو النائب ضياء الدين داوود هيتكلم وطالب بالمجلس النواب، قال لهم يا جماعه ما تجيبوا لنا وزير التموين هنا، ما خلوه يقف قدام الشعب قدام مجلس نواب الشعب يكلمنا يقول في ايه. لان هو حقيقه اتكلم زي ما قال ضياء الدين داوود ان المتسبب في هذه الازمه الحاليه هو وزير التموين. شوفوا ماذا قال ضياء الدين داوود. دي تنميه، حق البلد دي صناعه، حق البلد ديت، واحنا مش لاقيين النص نتيجه سياسات خاطئه من وزاره التموين، لازم ان يرسل فيها الوزير ويتحاسب. الرز احنا في موسم حصاد وعندنا ازمه في البلد عشان اتدع سياسات مكنت اغنياء هذا البلد، بياخد من الفلاح ب7 جنيه وبيدي للضحى ب15 و16 للهايبر. دي الحكومة يا ريس، دي الحكومة اللي احنا في دور انعقاد ثالث ما جاتش القت بين قدامنا. احنا بندافع عن صناعة بلد، الرئيس معانا في هذا التوجه، اجتمع بيهم في يناير. انتوا واخدين بالكم الراجل بيقول ايه؟ بيقول لك خد من الفلاح ب5 و6 و7 وباع للشركات ب16 و17، يعني في 10 جنيه ربح رايحة لصالح الشركات. والوزير لما اتكلم في الموضوع ده اتكلم على اعتبار ان شركات القطاع الخاص دي شركاء معاه. ولما حكى لنا القصة دي حكاها لنا على اساس انه بيبذل القصارى جهده علشان يؤكد ليه او يفهم الناس كلها انه يعمل قصارى جهده علشان يتأكد انه الرز موجود. لكن هيهات هيهات بقى، ما انت معلش انت الفلاح المصري ده يعني عدى عليه 7000 حكومه في 7000 سنه. وانت فاكر ان الفلاح المصري ده لما هيعرف انه بتاخد منه ب7 وب8 وبيع ب16 و17 هيعديها يعني؟ هيقول لك اه اوكي لا تمام انا كده ربحانه معايا؟ لا، الفلاح المصري بالتالي مش هيعمل كده ابدا. تجبره وتطارده، عملوها قبل كده العثمانيين على فكرة، وظهرت منها الجملة الشهيرة بتاعت ده طز طز بالمعنى التركي، بالمعنى التركي يعني ملح. ده طز يا عمدة مشهورة، كانوا المصريين زمان بيغطوا الرز بالملح علشان محدش يسرقوا منهم أو علشان محدش ياخدوا منهم. تاريخنا، تاريخنا لازم نبقى عارفينه
بشكل كويس، لكن في الحقيقة هذه الحكومة بتعمل أسوأ من أي احتلال. بتجبر المصريين مرة أخرى إن هم يعودوا إلى استخدامات لتكنيكات قديمة، مع أنها حكومة بتقولك أنا عايز أعمل دولة جديدة، مع أنها حكومة بتقولك في بملء الفي أو بملء الفم بتقولك أنا بساعد الفلاح، أنا عايز أزرع أكتر. أعتقد أن الموضوع النهاردة تناقش مجلس النواب، صوت واحد فقط كان كافي أنه هذه الحكومة تعرف مشكلتها. لكن كمان مهم أن أنتوا حضراتكم تعرفوا أساس المشكلة، وأنه البلد فيها رز، وأنه الرز متباع بأعلى 10 جنيه من السعر اللي متباع له الفلاح، وهيوصلك بأعلى من كل الأسعار لأنك مواطن غلبان ساكت صمت. طيب برضو حرجة.